فيا إخواني اعتنوا بعقيدتكم، اعرفوا مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم، حتى إذا سمعتم مدرسا واعظا خطيبا مسؤولا كاتبا أو متكلم متحدث بوسيلة إعلامية بأنواع الوسائل هذه، تعرفون هل هو موافق لأهل السنة والجماعة أو مخالف. ولن تعرفوا إلا إذا ألممتم بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وبمنهاجهم. يقول لتركهم على خطر، والزمن زمن فتنة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا كافرا، مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا تكون هذا تشاؤم. قال هذا الحسن البصري رحمه الله، قال والله لقد رأيناهم يبيع أحدهم دينه بثمن العنز، بثمن العنز. فكيف إذا صار على هذا الدنيا ومديح وإطراء ووظائف وغير ذلك، كيف يكون هذا؟ تكون فتنة أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم انتبهوا.